النهارده كمان ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل صلاح سرحان، واحد من اهم صناع السينما المصريه والعربيه. قدم مجموعه كبيره من الاعمال والمسرحيات الكلاسيكيه في فتره الاربعينيات والخمسينيات، ولفت انتباه الجمهور بشكل كبير جدا لما جسد دور الاخ الشرير في فيلم الشموع السوداء اللي كان من بطوله صالح سليم ونجاة الصغيره. في ذكرى ميلاد صلاح سرحان خلينا نشوف هذا التقرير. اليوم هو ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل صلاح سرحان، الذي قدم مجموعة من الأعمال الإبداعية والفنية التي أصبحت جزءاً من تاريخ السينما المصرية والعربية. الحمد لله بالسلام. الله يسلمك. حضرتك الممرضة الجديدة؟ أيوه. قلبي دليل وقفتلك على طول. لا مؤاخذة يا جميل، احنا وصلنا المحطة متأخرين، سألنا عليك قالوا إنك مشيت. محسوبك فتحي عاصم. أخو الأستاذ أحمد عاصم. إيمان عبد الرازق. عشت الأسامي. ولد صلاح سرحان في 2 نوفمبر عام 1923، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان ترتيبه الأول على دفعته. اتجه للمسرح ليقدم عدة مسرحيات كلاسيكية في فترة الأربعينيات والخمسينيات، منها مسرح كيلوباترا مع الفنان كمال ياسين وعمر الحريري، ومسرحية عنبر بطولة سميحة أيوب وحمدي غيث، بالإضافة لمسرحية المحروسة. كان أول أفلامه فيلم بين قلبين مع كمال الشناوي وشادية عام 1953. استمر في تقديم الأدوار الثانوية إلى أن حصل على دور بمساحة أكبر مع سعد عبد الوهاب ومجدة في فيلم أماني العمر عام 1955. في عام 1962 كانت انطلاقته المميزة من خلال اشتراكه مع نخبة من ألمع النجوم في فيلم الشموع السوداء، فهو الأخ الشرير الذي يحقد على أخيه الضرير ويحاول إبعاده عن طريق الممرضة الحسناء التي يسعى إلى التقرب إليها بكل الطرق. هتروحي مني فين؟ وهو مش هتفلتي من إيدي أبدا. لو تقدمت مني خطوة هتعملي إيه؟ إيه ده يا شطر؟ اطلع برا احسن. يعني محدش يعصى علي أبدا. فيلم الشموع السوداء من بطولة صالح سليم ونجاة الصغيرة، واستطاع صلاح سرحان بدوره أن يرسخ لنجاحه الفني حتى الآن.